ديكلاراسيون. المهم خوش السلام عليكم الاخوه الاخوات. المهم اليوم جيت للسوق ديال البيكالات. المهم معكم محمد معلومه، جينا للسوق ديال البيكالات اليوم غادي نصور لكم البيكالات اللي كاينين. كاينه المهم ها هو عبد الحق راه مول البيكالات، راه تلقات شي بيكالات، راه غنشوف واحد البيكاله ها هو ديكلاري به لا ياخذ الحق، لا حول ولا قوه الا بالله. بنادم الانسان اللي سرق راه يحصل يحصل، حشومه الانسان اللي سرق الخور مسلم بيكالا ولا اي حاجه كانت خاصها تكون شي حاجه مساويه والو. ما خص الانسان يسرق، ما خص الانسان الشيح، راه الدين ديالنا الانسان يسرق، ولكن اللي سرق راه غادي يودي الثمن غالي، غادي يحصل وغادي نكبروا. المهم خليكم معنا الاخوان، نشاركوا معكم البيكالا. شنو بغيت تقول شي كلمه لهذا الشيء اللي سرق البيكالا؟ شنو بغيت تقول؟ داعي الله وداعي جوليان بالتشكيطه، تكلم 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 معايا كيفاش ديالي جيبها ليا وكنلح على البيكالا بانه نجيبها. كيفاش تسرق البيكالا؟ كيفاش تسرق البيكالا؟ كيفاش هي ب 4000 درهم راه ما جيبهاش ليا، راه مشيت عند الشرطه القضائيه. كاين القانون في البلاد الحمد لله، كاين القانون، القانون القانون في كل شيء ضروري. وهذا العذاب ديال الله، العذاب ديال ربي، الانسان ما خصوش يسرق، ما خصوش يتعلم السرقه. فكل ما عندوش قال الانسان خدام ولا يدير شي حاجه، فهمتش الانسان يتوكل على ربي، ما يبقاش يسرق. حرام الانسان يتعلم شحال السرقه، راه السرقه ما خصوش يتعلم الانسان. اخي القاعده لقينا باش وصلنا ليه، لقينا الاخ ديالو راه ساكن في القريه، وراه ساكن مع الاخ ديالو، هو راه مطلق المراه. لا مش قلنا في الحيوان، الانسان ما خصوش يتعلم السرقه. شنو سميتو؟ شنو سميتو؟ المهم الاخوه خليكم معنا نكتشفوا البيكالات. المهم دابا راه مع السيد كنسرق هذه البيكالا. نعطيك الشفار شنو سميتو، نعطيك حتى النمره ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. وقتاش سرقت البيكالا؟ وقتاش بالضبط؟ نهار 20 في رمضان. نهار 20 في رمضان، لا حول ولا قوه. هو في رمضان انسان صايم وسارق بيكالا، لا حول ولا قوه الا بالله. ما كيجاوب. هاي سعيد اسمدوني. لا حول ولا قوه. هذا اسم السارق. اه اسم السارق. لا حول ولا قوة. ها النمرة ديالو. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن القانون كيبقى. المهم اللي لقيناه عنده، اللي لقيناه عنده، اللي لقيناه رجعها للسارق. وصف لهم ابتكارة كي داير، ابتكارة المسروقة كي داير، وصف لهم ابتكارة. هذيك التصاور ديالها دابا كاملة كاملة. هو يوريكم التصاور ديال البيكالا اللي سرقات ليه، سرقات ليه البيكالا نهار 20 في رمضان. لا حول ولا قوة الا بالله. السيد راه كيبيع بيكالات، ها هو السوق ديال البيكالات، راه سرق ليه واحد بيكالا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يجيب. هو يوريكم التصويرة ديال البيكالا. اليوم حنا راه في شهر 4، 29 في شهر 4 2023. والبيكالا كانت سرقات ليه في نهار 20 في رمضان. نهار 10 شهر 4. نهار 10 في شهر 4. شهر 4. راه مكتوب في نهار 10 في شهر 4. ما عنديش شهود. المهم وصف لهم البيكالا، ما بقاش تصور ديال البيكالا ولا وصفها لهم، وصف لهم. انا كنت نعطيك الليتر التمام ديالها. راه جات سرقة ديال البيكالا، ها هو. واحد سرق لي البيكالا من هنا من السوق. ها هي هادي ديكلاراسيون. راه مديكلاري به، ديكلاري هاد ديكلاراسيون، ها البيكالا. ومن شاف بحال البيكالا بلا ما يشريها، البيكالا مسروقة. فيبر سميتها فيبر. فيبر المهم ملي شاف واحد سميت البيكالا فيبر بلا ما يشريها، راه البيكالا مسروقه. الفيديو كلشي ليها. راه مديكلاري بمولاه. اخوان المهم ملي شافك البيكالا بلا ما يشريها حتى تقدري تقول البيكالا مسروقه. سميت ديال البيكالا فيبر، راه وراكم التصويرة ديالها. لا حول ولا قوة الا بالله. السرقة راه حرام وفي رمضان وبنادم صايم، لا حول ولا قوة الا بالله. هادشي راه في الشهر اللي فات ديال رمضان. نهار 10 في شهر 4. كنقلب عليها، راه موجوده في القريه. اقول له جيبها لي، عمرك كاينه في القريه؟ جيبها لي ندير لي تنازل عن المحضر. عمرك كدوي مع الشفار؟ قال لك لا، نجي ندير لي تنازل على المحضر، نعطيه 500 درهم هديه من عندي. وما الشفار كيسمع؟ ماشي بعيد مني انا. الله يهدي، الله يهديك. المهم كنت كتسمع هو قال لك راه رد لي بيكالشو، محتاج الفلوس راه يدور معاك 500 درهم، ولكن راه دابا دعي شير القانون غادي ياخذ الحق.
وعند هذا ديال الله راح تشوم الانسان يتعلم القاعده ديال السرقه لا حول ولا قوه الا بالله. التصاور ديالي بزاف كثر من 10 ديال التصاور. وريهم التصاور باش يلقى البيكال بلا ما يشري القاعه مسروقه ما يشري البيكال باش يقول البيكال الاخوان. ها الفيديو الفيديو البيكال بي بير البيكال بي بير بلا ما تصور مسروقه البيكال السرقه بلا السيد هذا سميتو عبد الحق ياك عبد الحق لا حول ولا قوه الا بالله. مهم بيكالا راه كيما شفتو معنا هي بالفيديو هما المهم خليكم معنا الاخوان دابا نشاركو معكم بيكالا اللي كاين في السوق. ها هي بيبي هو البيكالا البي بي المهم اللي جابت بيكالا بلا ما تشري بيكالا مسروقة عاد تلقى فيه عندها بلاطو بلاطو 3 بيس فيه غير فيه جوج ديال البلاطويات كاين جوج ديال البلاطويات نمرة 29 نمرة 29 عندي الورق ديالها عندي السجل ديالها المهم القانون غادي ياخذ الحق حقه والله ياخذ الحق الانسان اللي شحال اللي كبير راه البوني لون ازرق ياك البوني وبيكالا بلون فيها بلوكاج اكسترن على برا اسمي ديال بيكالا في بي ان هم قال بيكالا بلا ما تشريها بيكالا راه مسروقه هادشي اللي كاين اللهم انا قد ضل بشكليته فيها فيها الكحل والليموني البرتقالي بيكالا فيها البرتقالي والكحل المهم بيكالا راه مسروقه اللي شاف البيكالا بلا ما يشريها المهم خليكم معنا الاخوان كتشوفوا البيكالا اللي كاينين هنا خليك معنا عبد الحق كاينه البيكالا يا اخوان الثمن بالنسبه للثمن الثمن البيكالا اخي عبد الحق صافي راه شافوا البيكالا ورينا بي بي ار البيكالا مسروقه بلا ما يشريها هو الاخوان راه شافوا المهم بالنسبه للبيكالا عبد الحق اللي بيع الثمن ديال البيكالا هذيك 4000 درهم 4000 درهم سيدي ديال البيكالا كيف ياك البيكالا برا وهي المهم البيكالا راح نوفو جديد النمرة 29 ياك النمرة 29 كيف نموت يم كيف كيف نموت اوريجين هذا بيكالا اوريجين ها كيف هاي بيكالا رزوان اوريجينال بالنسبة للثمن تلقى شحال تبقى الثمن اخر ثمن 4000 درهم 4000 درهم اخر ثمن 4000 درهم انزل بيكالا الثانية فران ديال الرجل فران ديال الرجل كاين فران ديال الرجل ها ماركة ديالها جيرماني شنو سميتها؟ ألمانيا ألمانيا بيكالار ديال ألمانيا الفرن ديال الرجل الفرن ديال القدام الفرن ديال القدام بتانا بتانا شي فيها خمسة ديال لي فيتاس ياه كاين خمسة ديال الفيشاس كاين خمسة ديال الفيشاس فري كاين هادي كاين بيكالا جاني الكتريك كهربائية هذه دراجة هوائية كهربائية الإخوان 1800 درهم 8000 درهم 160 ريال بيكالا 160 ريال راه بحال شاري موطور بيكالا باقا جديدة 160 ريال دراجة هوائية كهربائية شبان 160 ريال بالنسبة لهذو عبد الحق عبد الحق خليك معنا عبد الحق كمل اليوم اخي الثمن بالنسبة للبيكالا هادي رخيصة البيكالا رخيصة الثمن هادي 800 800 درهم 16000 ريال 16000 ريال البيكالا قديمة شوية هاي ديال الحديد ماشي الومنيوم ديال الحديد هذه الحديد ماشي الومنيوم هذه الومنيوم ديكار البيتوين هذه الومنيوم الومنيوم ها هذه 2000 درهم 2000 درهم 40 درهم 2000 درهم فيها 20 فيتاس 24 في الفيتاس هي 8 اللور و3 ديال البلاطويات كاين 8 اللور في الفيتاس و3 ديال البلاطوات اييه وفيها 700 رواي 700 رواي ديال 700 رواي 700 هذا موتيسور قدام اوريجينال شوف هذا اوريجينال ديالك بيكالا اوريجينال نار بوتونس هذا بوتونس شمال جنوب هاي الشمال الجنوب هي كمل فين هادي هادي 2000 درهم ياك 2000 درهم
هذه الروك ريت عليها 3200 درهم كاره 3200 درهم فرانات زيج اييه نمرة 29 الرويد نمرة 29 هي 29 الشهر نمرة 29 نمرة 29 فيتاس 24 في الفيتاس الثمن ديال الروك ريدر قول عبد الحق شحال كتبقى اخر ثمن ونخلي لكم على الاخوان نعرفوا الثمن ديال البيكالا اخر بيكالا الروك ريدر تبيع وتشارى مع شي واحد مهم راه عبد الحق وي الثمن ديال البيكالا وخا نمشيو اخاي الثمن ديال البيكالا الروك ريدر 3000 درهم اخر درهم اخر ثمن اخر ثمن فرانات زيت 60000 ريال 3000 درهم فرانات زيت فرانات زيت فيها 3 بياس هنا هاي 3 بياس هادو ممكن اخر ثمن 3000 درهم 60000 ريال صافا هادشي اللي كاين ياك البيكالا اللي من له هذا هو بيع 3000 درهم لا حول ولا قوه الا بالله ولكن اسمح له حاله وحده بارطاجوا الفيديو باش يوصل المول ديال البشكليطه ديالي اخوان بارطاجوا الفيديو باش يوصل للسارق اللي سرق بيكالا يجيب لي غير البشكليطه ديالي راه ندور معاه واحد 500 درهم من عندي يعطيها له واش بغيت هو 500 درهم وحلالا احسن من ديال الحرام حرام راه متسامح ويعطيني غير البشكليطه ديالي ما مونتي انا في ديك 500 درهم ولا 3000 درهم وردها لي نهار 20 في رمضان شو هما السيد خدام على وليداتو كيبيع حرام انسان يسرق البيكالات كما قلت لهم اخوان بارطاجوا هذا الفيديو بغينا يوصل اكبر عدد من البارطاج باللايكات باش يوصل للسارق اللي يسرق بيكالا يرد لمولاه بيكالشو راه قال لك يدور معاه 500 درهم راه ساكن في القريه سميتو سعيد اسمدوني اسمي الاخوان راه كيقول سعيد عطاك النمرة ديال التليفون ديالو ها هي عندي مقيد كلشي عنده مقيد لا تعطيهم النمرة التليفون ديالك انت باش يعيطوا لك انت التليفون ديال الشفار ها هي راه ديكلاري سميت النمرة ديال الشفار سعيد اسمدوني 06 98 88 02 38 النمر ديال الشفاره الاخوان المهم اللي كيعرف الشفاره دي بارطاج معاهم هذا الفيديو رجع لسيد بيكاتشو راه كيعطيك 500 درهم وانسان بعد من السرقه شو ما صار لا حول ولا قوه الا بالله على ديك المحضر اللي درت قلت لي رجعتي لبيكاتشو راه كما سمعتي راه غادي تنازل على المحضر قدام نفسي وقدام الاصدقاء ديالي كاملين ورا دار معاك زوين رجع يدير معاك تنازل وغادي 500 درهم رجع لي سيد بيكاتشو مو باش اللي كاين اليوم سيد راه ما عندوش راه مشي واحد زعما غاني ورجع راه حتى هو درويش الله يحسن العون عفا الله ما سالف الا عطاني عطاني بشكليطه اللي في حاله ما عطاني بشكليطه ديالي راه ري ما عطاها ليش راه داير المحضر قانون ياخذ حق كاين القانون دير ديكلاراسيون عند البوليس وهذا الهدف ديال الله وهذا الهدف ديال الله والهدف ديال الله راه جا عندي لابيجي وراه شاف التصاور ديالو وربي 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 راه التصاور ديالو مصور هو فوتو ما هضروش عليها التصاور ديالو مباشرة مصور المهم راه كاين الدلائل ياك كاين دليل الانسان اللي ما هذا كان كيسمع الفيديو غادي من احسن جيب لك اخواني زعما داير الحياة لا حول ولا قوة الا بالله ما قالت لا باخواني ولا في حتى انسان اللي لقينا خير قال لك لا راه مشى لفاس الله سبحانه راه ما كاين لا فاس ولا هادي يعطيني غير بشكليطه ديالي سنة ربي ولادو ما يعلمهمش على السرقه ما عمر يعلم ولادو على السرقه راه حشومه راه حرام الانسان يتعلم شي حاجه بالسرقه
راه ماشي عيب يكون بنادم فقير ولا كذا، العيب هي الانسان يكون كيسرق. حول ولا قوه الا بالله. المهم ماشي لك اليوم نتلاقاو في فيديو نتقاشوا في فيديو جديد ان شاء الله. راه عندي التصاور ديالها بزاف، عندي اكثر من 25 تصويره ديالها هي ديال بيكارا ديال البشكليطه. المهم راه ورينا الاخوان، وريناهم الاخوان داير داير الفوتوكوبي ديالهم كولو وعطيهم المباحث الشرطه القضائيه. خمسه ديال التصاور عندي. يلاه عبد الحق الله يعاونك اخي، والله يدير شويه الخير وان شاء الله يكون الخير. شفار يبان يبان ان شاء الله، وغادي يرجع لك بيكاش ان شاء الله. راه عاقلين على المشكله ديالي ديال راه الا شافوها راه عول على راسو. شفار يبان يبان شحال كدوير فين غير يهرب؟ خمس سنين حتى حد يهرب سنين ديال الحبس. يا من احسن يجيب لك بيكاش ويطلع منك السلاح. وين عصابه اجراميه راه ديالي ديالي رزقي. شفار يبان يبان ديالي اكثر من 60 فريال. لا حول ولا قوه الا بالله. واش ان شاء الله يكون الخير. يلاه الله يعاونك.